أقيمت جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020، وده النعش بتاعه، وهنا ولديه جمال وعلاء مبارك، باين عليهم التأثر طبعا في الجنازة اليوم، وده حفيده عمر علاء حسني مبارك اللي هو على الشمال. وتم إطلاق 21 طلقة مدفع في الجنازة العسكرية اللي أقيمت له اليوم منذ قليل، وتم نقل الجثمان بواسطة طائرة خاصة هليكوبتر تكريما له، وحضر كتير من الرموز، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، و أيضا أحمد عز وفتحي سرور وزكريا عزمي، ودي صورة من الجنازة العسكرية، جمال وعلاء مبارك وحفيده عمر وفاروق حسني فتحي سرور، كثيرا من الرموز حضروا. والرئيس السيسي تقدم كبار رجال الدولة وقالت القوات المسلحة عشان يحضر جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك. أيضا قام بمصافحة زوجة وأبناء الرئيس الراحل الله يرحمه، جماهير غفيرة حضرت عشان تشيع جثمان الرئيس الراحل لمثواه الأخير. وهنا دي جانب من الجماهير اللي كانوا بيحبوا الرئيس الراحل، كانوا متأثرين جدا وجايبين صورته وصور من دموع بعض الجماهير متأثرين لرحيله. وهنشوف نعي سوزان مبارك ليه. هاجمت الفنانة بدرية طلبة الجمهور الذي يسخر من الرئيس الراحل حسني مبارك بعد وفاته، ونشرت صورة على حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، الصورة ديت، وكتبت عليها مش ممكن كمية الهري والسواد حتى في الموت، ياللي تعرفه ربنا، ياللي فجأة بقيتوا قضاة وأنبياء وساسة، ياللي بتحكموا على الحي والميت، ارحمونا بآرائكم السخيفة، واعرفوا وتعلموا ان الميت لا تجوز عليه غير الرحمة، وانت مش ربنا علشان تحاسبه، يا تقول خير او تسكت. ايضا حسام حبيب كتب على حسابه على انستجرام، الناس المرضى اصحاب القلوب المريضة والشماتة غوروا بره صفحتي، مش عاوز حد منكم عندي، خصوصا اي حد مش مصري ومش عاجبه اطلع بره وخليك في حال بلدك اذا كان لسه ينفع يتقال عليها بلد. نشرت الصفحة الرسمية لسوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مساء يوم الثلاثاء نعيا لزوجها الذي وافته المنية صباح أمس عن عمر يناهز 92 سنة. وكتبت سوزان في النعي: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك لمحزونون. أثارت تغريدة نشرها عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
دي التغريدة اللي أثارت الجدل، قال فيها: كان محمد مرسي رمزا لحكم الإخوان المسلمين لمصر لعام كامل، لم يستطع أن يؤدي فيه كرئيس لكل المصريين، سوف يحكم التاريخ على نتائج حكم الجماعة ورئيسها لهذا البلد الكبير، أعتقد أنه سيكون حكما سلبيا، رحمه الله وغفر له. وتفاعل النشطاء على تويتر مع هذه التغريدة وتداولوا مقاطع فيديو تظهر موسى في حوار مع عصام العريان القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي يخضع لمحاكمة في الوقت الحالي. وبالفيديو عمرو موسى كان يدعو لإطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد تنحيه. وهنا نشرت التويتة ديت: عمرو موسى ومعه آخر يتوسلون للعريان أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين 2012 أن يفرج عن الرئيس حسني مبارك وهو يقول انتهى، سيخرج لا محالة على نقالة إلى القبر، والعريان الآن بالسجن، ومحمد مرسي توفي بسكتة قلبية أثناء المحاكمة، ومبارك حر طليق، والسيسي رئيس، شوفوا الدنيا دوارة. علامة تعجب. ونشر الفيديو ده اللي هنشوفه دلوقتي. انت صديقهم وهم بيحترموا كده ومبارك لن يخرج من السجن انتهت لا ممكن على نقالة الى القبر بشيء من الرحمه شيء من الرحمه مش هيخرج من السجن. ومن ناحية أخرى نعى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح الثلاثاء عن عمر يناهز ال 92 سنة. وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على تويتر: باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبيه نحو تحقيق السلام والأمن ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل. وكان آخر ظهور لمبارك بعد العملية الجراحية التي أجراها في 3 فبراير 2020 بصحبة حفيده عمر علاء مبارك. وظهر مبارك في الصورة مرتديا روب منزلي، وقبل حفيده عمر رأسه وعلق على الصورة كل الحب والتقدير. ودي الصورة اللي نشرها عمر على حسابه على انستجرام، الله يرحمه. عمرو أديب كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: رحم الله الرئيس محمد حسني مبارك، كان من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، له ما له وعليه ما عليه، واذكروا محاسن موتاكم. محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 حتى تنحيه في 11 فبراير 2011. التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 49، ثم تقدم للالتحاق بالكلية الجوية وتخرج منها عام 50، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية في أبريل 72، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 73. وفي عام 75 اختاره محمد أنور السادات نائبا لرئيس الجمهورية. دي صورة نادرة ليهم مع بعض، هو والرئيس السادات كان نائب الرئيس. جهان السادات ورا باينه. وعقب اغتيال السادات عام 81 تم انتخابه كرئيس للجمهوريه بعد استفتاء شعبي، وتعتبر فتره حكمه حتى تنحيه عام 11 رابع اطول فتره حكم في المنطقه العربيه بعد السلطان قابوس ابن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والاطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.
أنا مع الرئيس السادات. مبارك متزوج من سوزان صالح ثابت المشهورة بسوزان مبارك، ولهما ولدان هما علاء وجمال، وله حفيدان من ابنه علاء هما محمد وعمر. وقد توفي حفيده محمد في 18 مايو 2009 عن عمر 12 سنة عقب أزمة صحية حادة. وله حفيده من ابنه جمال وهي فريدة، وولدت في 23 مارس 2010 في لندن. هنا مع مراته سوزان مبارك وحفيده. وهنا صور نادرة مع ابنيه جمال وعلاء مبارك ومراته. هنا مع حفيده. الله يرحمه. وهنا مع جمال وعلاء. عرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية الإسرائيلية، بالإضافة إلى دوره في حرب الخليج الثانية، وتنحى عن الحكم على إثر نشوب ثورة 25 يناير في 11 فبراير 2011. قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وقد مثل كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه، وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013، وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. دي هنا صور نادرة مع رؤساء أمريكا، فورد وكلينتون وجورج بوش وأوباما. الله يرحمه. مع معمر القذافي رئيس لبنان الراحل. مع نتنياهو. كلها صور نادرة من مراحل من حياته. يلعب بلياردو. مع رؤساء العرب طبعا. مع ابنيه جمال وعلاء مبارك. أنا في السعودية. في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير، حيث قدر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص في أنحاء مصر. وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات خاصة في مدينة السويس، وتطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية في اليوم الرابع الجمعة 28 يناير. تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن، وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين. وألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى. بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك، واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة، في غياب لتدخل الجيش. بحلول يوم الجمعة 4 فبراير
لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية بارزا، وتوضح أن من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، بالإضافة إلى مجموعات ارتزقت أو حرقت ضد المتظاهرين لأجل سقوط مبارك. ومنذ ساعات الصباح تجمع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في مظاهرات لأجل سقوط مبارك، وانضم إليهم شخصيات بارزة. في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب، لكن البيان لم يلقى أي استحسان، وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين للشوارع مطالبين برحيله. وبعد مماطلة ل 18 يوما تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير في يوم 11 فبراير 2011، وقرارات اتخذها في عام 82 وفي أعقاب تمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في 25 أبريل. ادعت إسرائيل بحقها في منطقة طابة الاستراتيجية، فاتخذ قرارا باللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث جند مجموعة من الخبراء استطاعوا إثبات حق مصر التاريخي في طابة لتحكم المحكمة الدولية بعودة طابة لمصر، حيث قام برفع العلم المصري على طابة في 19 مارس 89 ليستكمل تحرير كامل التراب الوطني. في سبتمبر 2003 قام بإلغاء 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد، من 21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات. في سبتمبر 2003 أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية. الله يرحمه، حكم مصر لمدة تقارب 30 سنة. هنا مع ياسر عرفات، صور نادرة ليه. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.